الخبر اللي جاي طبعا هناخدك فيه من الإعلام شوية ونروح لك بيه، هنرجعك بقى لموضوع هندسة الطيران اللي هو الحاجة برضو اللي انت مختص فيها. تقرير فني حول حادث تحطم طائرة في سالزبورغ يؤكد خطأ الطيار. الخبر ده في متنه حمله الطيار المسؤولية لأن كان عنده وزن زائد، ولا انت في تحليل فني آخر من وجهة نظرك هم قالوا انه عنده وزن زيادة 82 كيلو نعم ولم يستمع لتعليمات المنصوص عليها؟ نعم نعم نعم. طبعا الطائرة سيريوس S20 يعني بصراحة طائرة تعتبر من الطائرات الخاصة والمتطورة جدا، هي صناعة أعتقد هي صناعة أمريكية، هي صناعة أمريكية، ويصل ثمنها أستاذ ممدوح تقريبا يعني لقرابة المليون دولار بناء على التطويرات الموجودة فيها. أنا هذه الطائرة شخصيا طرت عليها يمكن مرة أو مرتين تقريبا هنا في النمسا. يعني عندما يقول لك حملها 80 كيلو إضافي زيادة على وزنها إضافة إلى 4 ركاب، طبعا هي تتسع لأربع ركاب، يعني هي طائرة مدنية، طائرة هوائيات، يعني طائرة تنقل خلينا نقول للمسافات القصيرة. طبعا هي كانت تتنقل من أعتقد من كرواتيا، هي انطلقت من كرواتيا باتجاه أعتقد ألمانيا، ولكنها سقطت في سالزبورغ. فعندما يقوم الطيار بتحميل الطائرة 80 كيلوغرام إضافية، يضاف على ذلك أن كان الجو سيء والطائرة يا سيد الكريم أمام فيها رادارات تقول له أن هذه المنطقة الطقس فيها سيء، يوجد فيها عواصف، فبإمكانه يغير طريقه. التحقيق بقول لك لم يغير طريقه، وكان بنفس الوقت محملة 80 كيلوغرام. هذا الطيار مجرم، هذا مجرم، هذا أجرى بحق الطائرة بداية قبل أن يقتل نفسه إضافة للثلاث أشخاص الآخرين بصراحة. فهذه كارثة بكل ما تحمل كلمة من معنى، دليل على أنه عندما انطلقت الطائرة من كرواتيا، لا أعرف صراحة مدى التحقق من حالة الطائرة قبل إقلاعها. طبعا خاصة في هذه الطائرات الصغيرة ممدوح، هذه من الطيار هو المسؤول عنها، يعني صراحة ما في شرطي بيجي بيقول لك اوكي شو حملت بالطيارة، لا احنا ما يكونش هناك ثانيين من المطار اللي يطلع عنده. الطيار اصلا بياخد شهادة التخرج تبعه بناء على انه هو في عنده شيء اسمه تشيك ليست، بقوم على يعني بينجح بي 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 بالتشييك عليها. يعني الطيار قبل ما يطلع بالطيارة بيشيك على الاجنحة، بيشيك على الاطارات، على الدواليب، على اجهزة القياس الخارجية، وصولا الى الداخل بيشيك على كل العدادات الموجودة قدامه، السرعة، الارتفاعات، سرعة الهواء، الجي بي اس، انظمة الاتصال، بيشيك عليها بشكل كامل حتى قبل ما يعطيها الإقلاع والاتجاه إلى هدفها. فهذا دليل على أنه المطار المسؤول عن هذه الطائرة صراحة أكيد يتحمل جزء من المصيبة أو الكارثة هي، طبعا إضافة إلى أن الطيار نفسه هو من يتحمل هذه المصيبة الأكبر. واحد، تحميلها الوزن الزائد، اثنين، عدم تجنب الطقس، عدم يعني الالتزام بالتعليمات، لان واضح ان هم يعني بالضبط. واكبر نبهو. هي اكبر شيء هو الوزن الطائره يا سيدي الكريم يجب ان تكون كما وانها معلقه بخيط، فاي وزن بغير مكانه يعمل خلل والطائره تسقط مهما كانت تكون متطوره.